اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع جديد في اشارات، ان شاء الله انها تكون اشارات حلوه وتعجبكم وتنبسطوا عليها. تمام، احنا بهمنا احنا يعني نعطيكم كل شيء جديد، يعني احنا ما عندنا بالقناه كل شيء متجدد، يعني مش اظني ماسك في شغله يا اخوان كل يوم الثاني راجع عليها، كل يوم الثاني اروح عليها، كل يوم الثاني اروح عليها، ومره عشان اثبت انها صحيحه ومره اثبت هاي. بالعكس يا اخوان، احنا شغلنا على طول، احنا بالميدان بنشتغل على طول وبنشتغل على الاسس والقواعد الصحيحه، لانه الاشارات عندنا كثير يا اخوان، يعني كثير كثير الاشارات، يعني اذا بدنا نلاقي اشارات في كثير. اليوم راح نحكي عن عده اشارات، مش راح نحكي عن اشاره واحده، راح نحكي عن عده اشارات. اليوم اذا بدي احكي عن المدافن الموجوده تحت الارض، المدافن الموجوده تحت الارض وطريقه وضع الاشاره تبعتهم، يعني عشان يحطوا للمدافن الموجوده تحت الارض اشارات كانوا يتعبوا عليها يا اخوان، وحكينا احنا في مباشر قبل هالمره، وحكينا انه وضع الاشاره ما كان بالسهل، يعني كانوا استاجروا ناس يحفروا لهم المدافن ويحفروا لهم الهاي، وكانوا يحطوا عليها الاشارات بعد انتهاء المدافن واغلاقها. تمام، اليوم راح نشوف اشاره بسيطه لكن دلالتها يعني مهمه جدا. يعني عندي هاي الاشاره، عاد بدك تفكر نروح على راس الحية؟ بديش اروح راس الحية. تمام، عندي هاي الاشارة يا اخوان، اشارة بسيطة، اشارة بسيطة طلع هاي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي. الان لما وضعوا هاي الاشارة بالطريقة مع ميلان الصخرة، نزولا مع ميلان الصخرة، وضعوا الاشارة في الوسط يا اخوان ماشي، القصد من وضع الاشارة في الوسط، القصد منها انه اللي جاي من المنطقة اللي هناك، مثلا اللي جاي من المنطقة هذيك يكون شايف الإشارة بيعرف أنه هون في مقابر، هذا القصد من ميلان الصخرة ومن وضع الإشارة بهاي الطريقة يا أخوان، شايفينها مع ميلان الصخرة. طبعا اعذرونا على صوت الهواء، إذا كان طالع صوت الهواء اعذرونا عليه، لكن إن شاء الله أنه مش طالع. تمام، طيب بدنا نشتغل على هاي ونشوف إيش الوضعية تبعت هاي. طبعا هاي أول إشارة راح نشتغل عليها اليوم في هذا الفيديو ماشي، راح يكون في كمان اشارات، راح نشتغل على هاي الاشاره اول وحده ونشوف شو وضعيتها وشو الرمزيه اللي موجوده الها وليش انوضعت. تمام، طيب الان زي ما حكينا عديناهم احنا هون ماشي، رمز بوجود الجرون هاي بتشكيل المغاره، يعني على شكل تشكيل المغاره. المشكله مش قادر اقرب، خايف تطلع لي حيه صراحه، دقيقه ماشي. الان رمز في هاي تشكيل المغارة اللي هو الوضع القائم من هون ومن هون هيك مع الصخرة، وضع قائم، إذا تشكيل المغر الموجودة تحت الأرض ماشي. رمز فيها إنه عنده مدفن، مدفنين، 3 4 5 6 7 مدافن موجودة في المنطقة هاي. طبعا احنا بنحكي مدافن لأنه هي منطقة مقابر أصلا. تمام، فرمز وجود 7 مدافن موجودة تحت الأرض. الآن حطها على ميلان الصخرة عشان اللي بيجي من المنطقة البعيدة، المنطقة اللي هناك حكينا، اللي بيجي من هذيك المنطقة باتجاه المنطقة يشوف انه هنا مقابر، مدافن، اشي مقدس بالنسبة لهم، ممنوع حدا يقرب، يعني ممنوع هنا حدا يقرب لانه هاي منطقة مقابر، ما تعملوا بيوتكم في هذا المكان. تمام، ما تيجي تحفروا هون عشان تعملوا مغارة لانه والله انا حاط مقابر هنا او حاط قبور ماشي، ما تقربوا. طيب الرمزية الثانية راح ناخذها على نفس الصخرة، على نفس الصخرة نشوف هون الرمزية تبعتنا. طبعا انا بالنسبة لي واضحة لكن ما بعرف على الكاميرا، بحاول ابعد الكاميرا شوي اساس تبين. تمام، الرمزية الموجودة المستطيل يا اخوان، هيو بس ما بعرف اذا واضحة على الكاميرا ولا لا، لكن ان شاء الله انها تكون واضحة. هي المستطيل، حدود المستطيل، هي شايفينها حدود المستطيل الصحيحة 1000000%. اذا عندي مدافن ماشي، عندي مدافن اخذت من الاشاره هاي، وشوفت شوفي كمان اشارات على الصخره. طيب نشتغل على شيء ثاني ماشي، نشتغل على شيء ثاني. لجف معي في الصخره هاي وفي وضع الاشاره، لجف معي شغلتين يا اخوان. اللجف الاول حط عليه بصمات ماشي، هذا اللجف الاول مع السيال، في لجف عندي هون اول حط عليه بصمات تثبيت، الآن هاي بصمة 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 هون بصمة هون بصمة هون بصمة هون، حط عليه بصمات تثبيت في اللجف الأول. أجا شو سوى؟ نفسه اللي حط الإشارة، أجا شو سوى؟ نزل لي نهاية التشكيل هذا، نزل لي إياها على لجف صحيح
بالمية. هاي زي ما احنا شايفينه تمام، لجف صحيح 1,000,000%. اذا اجى قال لي انا كبدو رحل تمام جاي على المنطقة في ايامهم، جاي على المنطقة شفت التشكيل عرفت انه في مقابر، اجى قال لي لا تحفر في المنطقة هاي ولا تحفر في هذا الصخرة كاملة، لا تحفر هون لانه في لي مقابر هون، ما تقرب على المنطقة تمام، ابعد عنها. وضحت؟ هيك شغل التفسير الصحيح للإشارة، مش اجي اقول منقار و ميثولوجيا احنا ما بنحكيش عن هذا تمام، منقار وانف وعين. ماشي يا اخوان، نيجي نشرح الإشارة بالطريقة هاي، بنحطكم انتو مكان اللي اجوا على المنطقة، مكان اللي اشتغلوا في المنطقة، جايين من هذيك المنطقة طالعين هون. طب ليش محطوطات الإشارات هذول؟ عشان يقولكوا ما حدش يسوي بيته هون، ما حدش يجي يقعد هون، عندي قبور هون، لا تقربوا على المنطقة مقدس. تمام، إشي مقدس، إشي مقدس نعم، ما تقربوا على المنطقة. المنطقة هاي خط أحمر، وضحت؟ هيك تفسيرها، مش تفسيرها أجي أقعد بس المهم إني أجي أصور وأطلع، لا بدنا نفسر الأمور بالطريقة الصحيحة. طيب هاي كانت معنا أول إشارة، خليكم معنا عشان تشوفوا الإشارة الثانية، ولا تنسونا من اللايكات يا اخوان، خليكم معنا عشان تشوفوا الإشارة الثانية. طيب خلصنا طبعا بالإشارة الأولى، حكينا عنها وحكينا عن الرمزية تبعتها وكيف بنحل الرمزية وكيف بنعرف إنه هنا مقابر وكيف بنعرف الوضع كامل. طيب راح نشتغل يا اخوان على إشي ثاني الآن. الآن كيف بدي أعرف إنه المنطقة هاي هي عبارة عن إشارات أو سيالات أو أنه بدي بتدل على وجود آبار أو عدم وجود آبار تمام. الآن لو احنا دورنا في المنطقة، احنا ما دورنا في المنطقة، لكن لو دورنا في المنطقة راح نلاقي جرن كبير تمام، اللي هو الجرن بيجي مثلا خلينا نحكي 30 ب 30، 25 ب 25 تمام، اللي هو دلالة على وجود البير تمام. الآن صخرة زي هاي اللي احنا شايفينها تمام، صخرة كبيرة لكن في لها دلالة، في اشي بدها توصلنا لاشي معين. ماشي، الاشي المعين بدها توصلنا اياه انه اشارة البير اللي كنا شفناها مثلا على سبيل المثال في المنطقة اللي هي هيك ماشي، الآن تجميع المياه موجود في هاي المنطقة، يعني منطقة تجميع مياه بغض النظر عن الإشارات اللي موجودة فيها، لكن كيف احنا بنعرف انها منطقة تجميع مياه تمام. نيجي نتطلع على الصخرة نفسها يا اخوان، هيك الآن المية بتيجي مثلا من النقطة هاي بتنزل مع تجميع مي هون في المنطقة هاي، تنزل بهذا الاتجاه. المي الثانية بتيجي من الشتاء ومن الأمور هاي من السيول، بتيجي بتجمع هون وبتنزل وين؟ تنزل في هاي المنطقة. بعد ما تنزل في هاي المنطقة وين بتنزل؟ بتنزل لتحت تمام؟ لكن شوفوا اللعبة والحركة وين؟ طبعا هي يسار، كيفك يا يسار؟ حبيب قلبي الله يسعدك، شو أخبارك؟ خير للجميع، بدنا نشترك في قناته يا إخوان هذا الزلمة، وهذا مجرم راح في الفيديوهات راح يكون يا اخوان، بدنا نشترك في قناته، انزل لكم الرابط في الوصف تحت تمام. هذا مجرم في الفيديوهات والله، سرداب قاعد يصور فيه، السرداب بجوز 3 ايام هو بصور في ام السرداب، انا دارف شو هو واحد، اذا مو واحد هو مش واحد، مش سرداب واحد. طيب الان في شغله مهمه يا اخوان، منطقه تجميع المياه ابعدت المياه عن القبور، ابعدت المياه عن القبور. كيف؟ لما جمع المي في هذا المكان ونزلها تحت ماشي في هاي المنطقة، أبعد المقابر اللي موجودة فوق أبعدها عن منطقة تجميع المي تمام. أجا وضع رمزية بسيطة، هيا تعال أبو أحمد هيك شوي تمام. الآن عندي هذا مجسم بسيط، مجسم بسيط هو شبيه لرأس الحية، مظبوط يا سار؟ نعم، شبيه لراس الحية تمام؟ هذا هو المجسم يا اخوان، لكن على ايش وضعه؟ ايوه يا اخوان، هو شبيه، احنا ما بنحكي انه هو راس حية، هو شبيه طبعا من هاي الجهة، هو شبيه لراس الحية، لكن على ايش وضعه؟ على ايش وضعه؟ حكينا منطقة تجميع المي، ومي بتنزل على البير تحت، لكن وضع الحجر هذا هون في هاي المنطقة ماشي؟ ليش حطه؟ تمام؟ الآن لو حطينا مي من هون كمان راح تنزل بنفس هذا منطقة تجميع المي، راح تنزل بنفس المكان هذا، لكن وضع الحجر هذا هون عشان يعطيني السيال اللي هون تمام، انه هاي نقطة غلق، عندي نقطة غلق، طبعا هذا الحجر كله ورا شوي، عندي نقطة غلق. ليش نقطة غلق؟ لأنه بده يجمع مي فوق كمان،
عشان الدواب بدوش المية كلها تكون نازلة، بده يكون جمع مي هون. لكن أعطاها رمزية ممكن أنها تكون رأس حية، لكن هي مش رأس حية، يعني ممكن تكون زي رأس الحية. طيب هاي الشغلة اللي بنحكي عنها منطقة تجميع المياه، كثير بنلاقيها يا أخوان في المناطق اللي فيها آثار واللي فيها شغل الجرون والإشارات، كثير بنلاقيها. بيجيك واحد بيقول لك والله عندي سيالات ونازل السيالات، بيجي تحكي له قديش حجم السيال، بصير يقول لك متر حجم السيال. طيب بيجي بيقول له منطقة تجميع مياه، بيقول لك لا شو منطقة تجميع مياه، كيف المنطقة عندي أثرية؟ نعم أثرية، لكن في عندهم مناطق بيجمعوا فيها المي، بينزلوها على البير اللي تحت، تمام، بوصلوها للبير اللي تحت. بتتذكروا شرطة السلحفاة اللي جينا حكينا عنها، أعطينا تأشيرة هناك في المنطقة هذيك، مش في العمارة، في هذيك المنطقة، هاي السلحفاة نفسها، تمام. إذا أعطاني شغل تجميع المياه. هاي بالنسبة للشغل الثاني. الآن راح نبلش بالشغل الثالثة، خليكم معنا. طبعا احنا ما زلنا نبحث عن الإشارة الثالثة اللي هي لازم تكون إشارة مهمة، لأنه بدي أحاول أحط في الفيديو هذا الإشارات المهمة، تمام. تقريبا زي الران، لكن مش ران، لكن هو زي الران، تمام. خليكم معنا. طبعا اخوان في هذا الجرون، لقيت هذا الجرون، طبعا هذا الجرون من الجرون اللي بيكون لها توابع، يعني ما بيكون جرون لحاله، تمام. يعني هذا الجرون العمق تبعه تقريبا، يعني بنحكي قاعدين على قديش تقريبا يا صار 12 13 تقريبا 12 13 سنتي. لكن هذا من الجرون اللي لازم يكون له توابع، يعني ما بيكون لحاله، لازم يكون في كمان جرنين له تشكيل مثلث يا اخوان، تمام. الان ناخذ التوجيه تبعه، يعني بدنا ناخذ توجيه المثلث. عندي السيال الاول هذا هو، السيال الثاني تمويه جاي لكن من هون من الحرفه هاي الصغيره بهذا الاتجاه. اذا لازم الاقي جرن في هذا الاتجاه، ولازم الاقي واحد بهذا الاتجاه. خلينا نشوف، انا والله ما شفتهم لغايه الان، لكن انا مسكت في هذا او قاعد بصور، تمام. بدي اخذ اول اتجاه، هاي التوجيه، توجيه الاول بهاي الطريقه، تمام. ان شاء الله انه نلاقي جرون شبيه له، لازم يكون ثلاث الجرون. طبعا دلالتهم هذولا الثلاث الجرون، ماشي، توصيل للمنطقه، علم مثلثات، توصيل للمنطقه، لازم يكون في عندي موقع اللي هو عباره عن مغاره، ومغاره احتمال تكون تكنيزيه، تمام. هون في طمم كثير، مش عارف يبين معانا في الطمم ولا لا، هسه بنلاقيه، لكن احنا ماشيين بنفس الاتجاه، ان شاء الله انه يبين معانا. حضرونا على صوت الهواء اذا كان طالع. حاطين احنا سفنجي وهذا، بنحاول نظبط الوضع. لازم نلاقي جرن شبيه له، هذا بكون فيه الموقع، بكون في الوسط يا اخوان، في توسيط المثلث. مش مبين، مش مبين، لك شوف هالتذكيرة، الله أعلم. صرنا عند بيت عالم وناس، هسا بقول لك شو بيسووا هذول، تمام. عندي تذكيرة بوابة، هاي شايفينها تذكيرة حجر محطوط هيك، تمام، على هاي الصفاة. طلعوا البصمات اللي موجودة، بصمات صغيرة كمان، ماشي. في عندي حرف هون، حرف واي، شايفينه حرف واي جنائزي، اللي بيقولوا عنه جنائزي، شايفين حرف الواي يا اخوان، هاي هسه بطلع لكم اياه، شوفوا كيف، هاي هيك وهي هيك، حرف واي شايفينه، اللي بيقولوا عنه جنائزي. طبعا هذا انه بدل على وجود قبور، يعني بالاخر 99% من الاشارات هي بتدل على وجود قبور. هذا حرف الواي شايفينه، هاي واضح ان شاء الله مع التصوير. طبعا حرف الواي موجود مع بصمة، هاي شايفين البصمة مع التوجيه تبعها، الواي جنائزي، اللي بحكوا عنه جنائزي، واللي بدل على قبر يعني بالنهاية قبر، نعم قبر، تمام، شايفينه كيف، هاي هاي معاه البصمة. البصمة طبعا وين بتودي؟ اتجاه البصمة على البوابة يا اخوان، هاي البوابة. اذا في عندي مقبرة او مدفن تحت من حرف الواي اخذناه، هاي حرف الواي هون، هاي التوجيه تبعها، هاي البوابة. إذا مهمة يا أخوان، مهمة، يعني مش إشي سهل، تمام. والبصمات موجودة وكل شيء موجود، خلاص انتهى. هذا هو، هاي المقبرة هون. خليكم معنا، خلينا نشوف لكم كمان إشارة ونشوف كيف الوضع. طيب يا أخوان، اليوم هاي هون كمان
لقينا زي الران يا اخوان، لكن ما بعرف هو قرب يفتح ماشي. شوفوا حدود الران وين، تسكيرة عليها، عليها طينة طبعا، حاطين صخرة هون كمان وصخرة هون، بس قدام الناس بلاش بالشفر. تمام اه المشكلة احنا جنب البيوت مش عارفين نسوي شيء يا اخوان، لكن هاي التسكيرة شايفينها كيف كاملة ومسكرة تسكيرة يا اخوان، والشكل الخارجي تبعها هو عبارة عن ران، شايفينها كيف هذا الشكل الخارجي تبعها هو عبارة عن ران. طبعا طلعوا مربط الفرس وين؟ هاي مربط الفرس. بالله سيخ معك سيخ؟ وين السيخ؟ اعطونا السيخ. خلص اي سيخ اي شيء، بس نشوف هالمربط هذا. تمام طبعا هاي الصخرة اللي تحت فالتة شايفينها كيف. طيب هاي السيخ اخوان، طلع هاي طبعا هيك اذا بتعملوا هيك، شايفين مربط حلو. الصخرة هاي متحركة شايفينها كيف كلها متحركة. اه بدها تقبع، بدها تقول يلا بدي افتح واصير ران. شايفينها كيف محلاها يا اخوان، حلوة 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 كثير هاي. هاي حلوة كثير، هاي بيجيها بالليل يا اخوان. ها سكروها تسكير، سكروها تسكير، عرفت كيف؟ هاي بالليل بنجي نشتغلها يا اخوان، نشوف شوف جواتها. تمام احنا ما بنحفر ما بنبحش، بس بندور رانات، رانات حلوة هاي الرانات. هاي الران بسموه لقية، مش زي البحش يعني، زي اللي بلاقي له سنسال، زي اللي بلاقي له شغلة. خليكم معانا خلينا نشوف يسار الجرم هذا. هسه هسه بنعطيها كلها. طبعا يا اخوان هنا هذا جرن البير اللي حكينا عنه، هاي منطقة البير هون، هذا جرن البير والله العليم انه هو هذا اللي تابع للإشارة هذيك. تمام لكن شوفوا هون، مش عارف انزل تحت اطلع لي حي. شايفين شايفين تشكيل المغارة كيف؟ هاي واحدة وهي واحدة متصلات، نعم متصلات بسرداب بينهم الثنتين، يعني هاي المغارة الأولى وهي المغارة الثانية متصلات بسرداب بين الثنتين. يعني هاي لو حفرك طبعا طبعا هون لو شفنا هون مثلا راح نلاقي جرن بجرن بجرن، ثلاث جرون يعني ثلاث قبور بنحكي. طبعا إشارة اللجف تبعتها طبعا هون، شايفين هون هاي الجرون تبعت القبور، تحديد القبور هاي إشارة اللجف تبعتها. إذا نزولي من المنطقة هاي، نزولي من المنطقة هاي هون تمام نزولا، بعدين لجف للداخل راح يكون في عندي مقبرة جوا. طيب الإشارات اللي موجودة الثانية يعني خلص صغت هاي الجرون، هاي الإشارات الثانية الموجودة راح تكون تمو هي أو تابعة على نفس المقبرة. يعني زي إيش مثلا؟ هسه عندنا فراغ، يعني هسه مثلا فوق الفراغ تمام بنلاقي زي هيك الجرون كلها تابعة على نفس الفراغ، يعني راح تكون زي اللي تمو هي لكن تابعة على نفس الفراغ. منطقة حلوة كثير كثير فيها شغل، وكثير فيها يعني كثير كثير فيها شغل ماشي. القصة شايفين القص، قص عدة ها شايفينه كيف قص العدة هاي، كثير كثير فيها شغل يا اخوان، ويعني مش عارفين شو بدنا نسوي بصراحة. يعني نشتغل نبلش نحفر ونخرب الدنيا، ولا نظن الواحد بيحتار لما يروح على منطقة ويشوف فيها كل هالشغل هذا. تمام لا صعب الشغل هان، هذا احتمال قبر هان. هذا قبر شمسي شايفه كيف، احتمال قبر شمسي. المشكلة انه يجي يشتغلها بنمسك لانه كلها بيوت. طلعوا احنا وين هاي العمارة جنب بيت، جنب بيت مستحيل انك تقدر تسوي. المشكلة بتلاقي البيت كله هذا، العمارة بتلاقيها ثلاث ارباعها بحيشة تمام، وبيجوا بيعملوا عليك انه انت اللي مخرب الدنيا، وكلهم بيجوا بيكونوا بحيشة اصلا. تمام ها احتمال كمان قبر صخري، يعني عندي هون قبر ايوه، وعندي قبر ثاني هون، قبور صخرية كمان موجودة في المنطقة. اشي بجنن يا اخوان، اشي صح. حلوة 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 هاي، بدور لكم كمان اشارات عشان هم مغرتين حلوات هذول بينهم سرداب، لو هذول اه هذول بينهم لو مفتوحه هاي بنصورها من جوا، بنصورها بنصور الاشاره ببين معانا الاشاره من فوق ومن من جوا كيف. تمام
لكن نجي نفتحها هون والله ما اتوقع ندق دقتين غير نكون احنا نكمل دق في جويدي يا اخوان. هاي في خلد هون كمان. تمام. بالنسبه للي قال بقول لك خلد مرات بطلع ذهب، هو بطلع للتنظيف بس. بنظف الفراغ. بنظف الفراغ. هاي اللي بحكي عن اللي هي وجود المنطقة الخلد هاي الخلد. هاي. فبكون هو بنظف الفراغ اللي جوا. بطلع مع بطلعوا على اساس انه وسخ جوا بيته. بالضبط بيجوا بيفحصوا هاي بترن معهم على الجهاز بلاقوا فيها شذرات صغيرة للذهب، هاي بتطلع مع الرمل اللي بيطلعوا اللي هو حيوان الخلد هذا. تمام بيطلع مع الشغل تبعه. هاي خلينا نشوف هاي بالله يا اخوان. هاي فاتح هذا الرن شكله فاتح. وقع التليفون يا اخوان. فهاي المشكلة إن ليش بنحفرش ويقولونا ليش ما بتحفروا وبتطلعوا وبتقيموا. والله بنكمل تحفير في بيت خالتنا. تعرفوا بيت خالتي؟ أكيد كلكم تعرفوا بيت خالته. بنكمل شغل هناك، نكمل تحفير غاد. امسك عمودة هاي مغامر حمودة. تنسونا من اللايكات وكل عام وانتم بخير ونعد لكم الصحه والسلام. حبيبي احلى حموده. حبيبي وين معلم يسار يا اخوان. نشكركم على المتابعه لهذا الفيديو. ماشي طويل كان شوي لكن نشكركم على المتابعه واهلا وسهلا فيكم. لا تنسونا من اللايكات والاشتراك بالقناه كمان. والاشتراك بالقناه. هذا الزلمه هذا الزلمه ابو السراديب ملك السراديب. تمام شكرا لكم للمتابعه. طبعا باسم هناك في المنطقه دي ابصر شو بدور. شكرا لكم للمتابعه يا اخوان.